أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نفضل العرب على العجم، أو أن التفضيل يكون للإنسان بالتقوى؟ هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأطال فيه، وذكره غيره فيه مؤلفات بتفضيل العرب على العجم، وفيها حديث كثيرة. لكن المقصود الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم. أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من جهة الأفراد، يكون في الفرس من هو مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، مثل الإمام البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، سيبويه، فيها أئمة في العلم والإيمان من الفرس. من حيث الأفراد لا فضل لعربي على عجمي، لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذه القاعدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.